حتى يتبين لهم أنه الحق. الإنسان أفضل ما يحمل معه إلى القبر هو الصبر. لماذا؟ الله الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ والصبر ضياء. والمعروف عن القبر أنه الظلمات. ما الذي يضيء القبر؟ الصبر، وهو البضاعة التي تحملها بسهولة وتأخذها معك. عندما تدخل إلى عالم البرزخ المال لا يستطيع الدخول إلى هذا العالم. هناك برزخ. معلق شوية عندي ولا من عندك؟ عندما أعتقد النت معلق شوية أستاذ. واضح. لا صوت واضح. سمعين كويس؟ ما بيقطع بس واضح. 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 طيب ماشي. فالإنسان سيعبر هذا البرزخ شاء أم أبى، ولكن متى؟ في الأجل الذي حدده له الله سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت. الآن أنا سأعبر هذا البرزخ، ماذا سأخذ معي؟ سأخذ معي أشياء مسموح لي بحملها. أنت عندما تذهب في الطائرة لا يسمح لك أن تحمل أي شيء، هناك أشياء مسموح بها وأوزان مسموح بها. لذلك الإنسان عندما يصعد في الطائرة ماذا يحمل معه؟ يحمل عندي أعتقد الخط. لا صوتك واضح عندي، بس الأحبة المشاركين في الدورة هل الصوت واضح؟ سامحني يا دكتور واضح. أنا ممكن أدخل وأطلع تاني من هنا؟ واضح. دكتور أشرف بيقطع عندي. واضح واضح. أدخل وأطلع عادي؟ عادي بتقدر دكتور. أنا اللي عندي مشكلة. أدخل وأطلع يا منال؟ دكتور اطلع وارجع. دكتور ادخل واطلع تاني. انا معكم ان شاء الله. فالانسان عندما يدخل في عالم البرزخ ياتي الموت. اذا جاء الموت سوف يدخل من عالم الحياه العاديه الى عالم اخر، هو عالم ما وراء البرزخ، وسيخترق هذا البرزخ. هكذا مسموح لك ان تحمل اشياء. لذلك الإنسان عندما يذهب في رحلة إلى الفضاء، رحلة في الطائرة، يأخذ معه ما خف وزنه وغلى ثمنه. ما خف وزنه وغلى ثمنه. فأنت عندما تذهب إلى عالم البرزخ، وهو عالم فيه حياة أكثر من الحياة التي نعيشها الآن، وحياة ممتدة، إما نعيم أو إما عذاب. طيب ماذا أحمل معي؟ يعني أغلى شيء وأخف شيء بنفس الوقت، يعني ما غلى ثمنه وخف وزنه. أكثر عمل يمكن أن أحمله معي عمل سهل خفيف مجاني ليس فيه أي تكلفة وثوابه عظيم ويضيء القبر، هو الصبر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. الصبر، ميزة الصبر أنه يأتيك، أنت لا تذهب، يعني أنت لا تذهب إلى الصبر، هو يأتيك من خلال البلاء. يعني الدكتور أشرف أخبرني أنه مر بحالة وصبر على ذلك. البلاء جاء لعنده فصبر، وبالتالي أخذ هذا الأجر إن شاء الله. وسيبقى هذا الصبر في ميزانه، يجده نورا في القبر، ويجده أيضا يوم الحساب. لأن الإنسان يوم القيامة لا تزول قدمه حتى يحاسب ويسأل عن ماله وعمله وعن عمره وعن شبابه وعن صلاته وعن كذا 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 كذا، إلا الذي لديه بضاعة هي الصبر. هذا لديه يعني كرت أخضر، ادخلوا الجنة بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا معفو من الحساب، مثل المسؤولين الكبار الذين لديهم حصانة دبلوماسية لا يمر على التفتيش، صح؟ فالصابر يوم القيامة هو له حال مثل الإنسان الذي لديه بطاقة، يدخل ويعفى من المحاسبة ويدخل الجنة بغير حساب. وفي القبر يكون القبر ضياء. فبالنسبة